الله على الروح. لي أبدأ يعني طائرة في معكم في طائرة الحجار تعرفوه، إذا هو اللي راح رأس طائرة الكبيرة. كذلك عمل تضربوا في بليك في بالرحال وعلى البرد عندك كاع هذيك على بالي اهلي. تنصيب رؤساء الدوائر الجدد على مستوى كل الدوائر، الكل يعني اللي كانوا تم تحويلهم ما عدا رئيس دائرة الحجار اللي رجع للبني، دائرة البني، وكل تم تنصيبهم اليوم على مستوى الولاية بحضور السلطات المحلية الأمنية والعسكرية والمنتخبين ورؤساء البلديات. وعطينا لهم يعني هناك عطينا لهم 12 خطة الطريق اللي تعرفوها انتوما، ذكرناهم بخطة الطريق اللي فيها 12 تعليمة اللي لازم نقوموا بها. انا نظن ما نسينا حتى حاجة، لكل ما يهم المواطن، وان شاء الله نتمناو يعني نتمناو العنابة يعني نفس جديد، لانها تستحق النفس الجديد. انسداد في بلاد الشرفه راني طلبت واقترحت وطلبت من زوج من تاع درت لجنه من المجلس الشعبي الولائي والمجلس البلدي والمجلس الوطني من اجل النظر معهم باش يكون، لان سمعت باللي كاين اقتراحات ماذا بهم يعاونونا فيه. كلها تحديات بكل صراحه ما عدا هذه الانسداد. حقيقه احنا نعاودوا نقولوا ماذا بين المنتخبين هم اللي يسيروا البلديه، لان لها من مهامهم مؤقتا رانا نسيروها احنا، ولكن احنا نتمناو ان شاء الله باش يسيروها للرؤساء البلديات، يعني باش يكونوا معنا في هذا الركب، وراهم ينتظروا المواطنين تاعنا. هنا ما ينتظروش الانسدادات، وحتى الدولة تاعنا ما رايش تنتظر الانسدادات، وإنما تنتظر العمل. الحمد لله جاء قانون، القانون يعني قانون تجريم الاعتداء صدر في الجريدة الرسمية، بإمكانكم تشوفوه، اللي دار اللي بنى إليسيت، اللي بنى بفوضوي، واللي تعمد وما شافش كلهم يتحاكموا. إذن خلاص الآن إن شاء الله ستزول هذه.